صباح الخير عليكم احبابي، كي صبحتوا بخير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي يكون نهار جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي ندير فطوري، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وشكرا بزاف على الاهتمام ديالكم والكلمات الجميله اللي كتكتبوا لي في حقي. المهم اليوم البارح ما صورتش، عطيت تسخسيخه البنات، ما عرفت انا معتمد ما ديتش كاع المدرسه. صباح شو كي ضربوا البرد كي كحب، انا صبحت عيانه مشكيت عليكم دكد. ماشي عيانه، حتى الكلمه هذه غادي تسمعوها من بزاف الناس، وحتى نتوما غادي تقولوها. العيا ديال الصهير والصيام، ماشي الصيام، الصيام ما كيدير حتى شي حاجه، الصهير بزاف كنسهروا بزاف، وكان المدرسه كتفيقي مع الولد، وهذا الصباح فقت بكري فيقتو لقيتو مريض، قلت انا نخليه يرتاح وصافي البنات. المهم عاتي جاني واحد الخمول، وبديت كنجمع الدار ويعطاني كلهم تيضروني، وانا نقول راه ندخل نضربها بواحد التدويشه باش نفيق شي شويه. وصافي البنات مشيت للسوق بعدا تقديت، وجيت خويت عليه واحد الصطيل عاد فقت شي شويه. هادشي راه بحال لا باغا نعس لكم، غادي نصور بحال نعسك دابا، غادي تشوفوني شويه موكده. المهم انا مشيت تسخر دابا، راه ضروري رمضان يومي عولي على السخون. قلت هنايا عندي القرعه وعندي خيزو، وقلت بلا داك الضياع وكان الخضره ديالها واقيلا 160 تخلاطه، جبت بودنجان، جبت بودنجان غير نص كيلو بركه، وجبت تخلاطه نص كيلو، جبت فيها غير طيبيه، حيت انا عندي خيزو عندي قرعه كونجيت وما عنديش طيبيه، واصلا مقليين اليوم. وجبت واحد جوج لفتات ليا، كيعجبني داك السكسو. المهم البنات نتوما ها نتوما معايا، ودائما نصدعكم ما تبخلوش عليا باللايكات، ونتمنى هاد الكولور هذا، نتمنى هاد الكولور هذا يكون مزيان. داك النهار تيليشارجيت واحد الكاميرا ما زويناش، نتمنى هاد الكولور. المهم البنات انايا راه عجنت الخبز ديال البطبوط وخليته كيرتاح، بغا ندير خبيزات معمرين بالكفته، وغادي نلقي الخضره، غادي ندير كسكسو اليوم الزوين. راجلي او عطاني الرخصه ديال التريزاسيون، ما كانش باغي كسكسو ولكن اغلبته كيدير كسكسو في الحشو يعني صافي ديالو، هو ما عندوش معاه هذاك ديال كيدير ليه الشهر. الحليب معتمد بغا الفلو سيبا باش ندير كسكسو، جبت غادي يكون واحد الفيديو زويون، غادي نصبغ معكم شعري وغادي ندير واحد النيولوك جديد، واحد اللون جديد، ولكن شاده غير الخلعة خايفة غنديرو ما يجيش معايا. دابا البنات غادي نشارك معكم كسيكسو، غادي ندير كسيكسو بسيط ظريف، دائما كنشارك معكم، ولكن البنات اللي عاد دخلوا جداد دابا نحط لكم الروابط ديال الطريقه ديال الكسكسو ديالي، وغادي نشارك معكم اليوم، ولكن خفا زربان دغيا غادي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم البنات هنايا غادي نحتاجوا كما كتشوفوا الدجاج، وغادي نزيدوا ليها دارنا ديال السمن ولا السمن اللي عندكم. غادي نديرو نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت الرومية والزيت البلدية، غادي نديرو ربع مربط، غادي نديرو الملحة، نديرو الخرقوم البلدي، البزار، وغادي نديرو البزار مخلط مع سكينجبير البنات، وهنايا غنديرو الفول والحمص، وهنايا غنقطعو واحد المطيشة القشيره ديالها صافي البنات، وكنديرها في التقلا ضروري التقلا.
ديروا ديال الكراميل يكون زوين. وهنا البنات كما كتشوفوا جيت كنصايب غير ديك الحشوه اللي كنعمر بها الكفته. صافي غنحتاجو كفته، درت انا كفته بقريه وشويه الملحه ودرت تحميره. سمحوا لي ما درتش الكفته دابا، درت غير مطيشه وبصله وحده شويه ديال التحميره والكفته حتى من بعد. هذا مكان مهم. وشنو بغيت نقول لكم، وهنايا كنوجد واحد الحشوه ديال الكورني اللي كنت شاركت معكم ديك النهار باش قلتوا لي علاش مسحتي الفيديو. انا ما عرفتش براسي علاش تمسح، ما عرفتش واش شي واش بركت شي حاجه وتمسح. مهم علينا كيدار بخبز طاكوس، كيجي زوين كيجي زوين، كيعجبني انا صراحه كيجي بنين هذاك الشكل هكذا معمر. هنايا البنات صافي درت شويه الملح والبزار وسكينجبير ومطيشه كطيب بحال شكل لاصوص، عاد كنزيد الكفته. انا درتها هنا بكريه راه ديما تياكلش ديال العدد. صافي غادي نشحرها مزيان وعاد من بعد كنزيد لها الكفته حتى كتولي لاصوص يعني بحال غطيب. وهنايا جيت كنصايب بطبوط باش غادي نعمرها وصافي. بالنسبه للبطبوط باش يجيكم زوين خليه حتى ترت يعني حتى العجينه ترتاح مزيان، ولكن ملي تجي تقرصو ما تخليوش يخمر بزاف. وهنا جيت كنشارك معكم داك الخبز ديال الطاكوس، كل ورقه كتقطعوها على اربعه وصافي، وكتسدوا ليها الجناب ديالها بالطحين وكتعمروها. كاين اللي كيشدها حتى كطيب وكلشي عاد كيعمرها، انا كنعمرهم وكندخلهم الفران كنشعل عليهم من تحت والفوق. كاين اللي كيدهنهم انا ما كندهنهم ما والو. بالنسبه للحشوه كما شفتوا درت فيها غير بصله محكوكه وجوج خيزويات محكوكين، وكنزيد التحميره والملح والبزار والسكينجبير وشويه الزيت. وكاختياري انا من بعد ديك المره عمرتهم بالدجاج، دابا درتهم بالصوصيص، كيجيو زوينين البنات حسن الكفته. الكفته شويه كيعذبوا الا كان صوصات ولا الدجاج كيجيو زوينين. صافي ودرتهم كنعمرهم وكندير لهم الموتزاريلا وكنشعل عليهم من تحت والفوق. صافي وكنخليهم يطيبوا، ما كندهنهم حتى شي حاجه، كيجيو زوينين بحال الطاكوس العاديين. ها هما كيجيو بشكل زوينين وكيخرجوا لك بزاف يعني هكذا كتجيب. كاين ممكن يعمروا لك الطبسيل يعني كدير غير شي ثلاثه ولا اربعه تلقاي تبارك الله تيعمروا لك الطبسيل كيجيو لذاذين. جربوهم البنات ها هو حتى يقرب يودن عاد نشعل عليه لتحت والفوق. وصافي البنات كما كتشوفوا دابا درت البطبوط، من الاحسن ما تخليوش يخمر باش يتنفخ ليكم يجيكم بحال ديال الزنقه كيتبع. وهنايا البنات غتقلى ليا الدجاج وزدت الخضره صافي، وغادي نخليها تغلى الغليه الاولى عاد نزيد السميده. صافي هذا ما كان. يا ليلى وصلت على نبي.
ديالي البنات، وخا داك الطاكوس مسكين غفلت عليه، هذوك كورني معامرين غفلت عليهم في الفران، ولكن معليش وخا داك جاو مقرمشين وجاو بنان. ومهم بصح فطوركم. بالنسبه للكسكسو البنات حتى المره الفطور عاد نحطو ان شاء الله للعشاء. ومهم هانتوما معنا، وهذا هو فطوري البنات. وكور هذاك كورني واخا جاني شويه محمر غفلت عليه، وقلت واخا هكذاك نشارك معكم، راه حنا كلنا كيوقعوا لينا طرائف في هاد رمضان. ومهم هنايا كما كتشوفوا كسيكس هو طاب، هنا طاب قبل الفطور، ولكن صافي غطيت عليه وخليته، وكنت باغا نشارك معكم الروتين مورا الفطور، تشوفوا الروينه اللي كتكون. ولكن كنت كنحفظ مع ولدي معتمد بالله، كتعرفوا ما ديتوش اليوم، كان مريض رجعت معاه وكان عنده بزاف د الحفاضه. ايوا يلا ساليت تقريبا ما ساليت حتى 11، ودابا تجا راجلي مع الوحده عاد غنسخن العشاء. وسمحوا لي لي الشهيته تسمح لي بزاف، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. آه يا ليلى وصلت على نبي، ضروري البنات واخا حطينا العشاء والسحور. اختكم سناء تاع جوج الليل وغسلت الماعن، وهنا رقدت البوطه بجافي.